أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. حانو دايما بنتكلم عن ولادنا من ذوي القدرات الخاصة ومسألة إدماجهم في المجتمع، والحقيقة أنه بمواهبهم الجميلة الفائقة الحقيقة خلال يمكن السنين اللي فاتت بقينا بنشوفهم في عروض فنية متنوعة، وخلال الأيام اللي فاتت على وجه التحديد شفناهم في نسخة جديدة لملتقى أولادنا تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلونا نعرف أكتر عن هذا الملتقى وفعالياته من دكتور سهير عبد القادر رئيس مؤسسة أولادنا. صباح الخير على حضرتك. صباح. أهلا بحضرتك يا فندم. نعم. عايز أعرف إلى أي مدى فعلا هذه الملتقيات بتؤثر على مسألة دمج ولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع بكل ما يظهروه من قدرات فائقة الحقيقة ومواهب بتفتح النفس. بصي هقول لك حاجة، هو طبعا الملتقى ده في الآخر هو بيفرحهم و و و و إنما ما تقدريش تعملي ملتقى من غير ما تكوني بتنمي مواهبهم طوال السنة. احنا بنشتغل 250 يوم في السنة، من مش بس احنا مش الغناء ده، انا بقول ان ده بيتبقى يعني ربنا مديهم الموهبة دي، انما انت تنميها معلش، وما تبقاش بس موسيقى وغناء وكذا، لا ده في كل حاجة كل ما تتصوري. يعني مثلا السنة دي في معرض كبير قوي في صلاح طاهر، مش قادرة اقول لك لو جيتي وشفتي كم الشغل اللي عملوه طرق على النحاس. يعني كنا وصلنا ان احنا بياخدوا الـ يعني علب السمن مثلا بيعملوا ريسايكل ويعملوا بيها، يعني عشان كان عندنا مثلا السنه دي بنحتفل بسيد مكاوي، عملوا سيد مكاوي بطرق النحاس. هقول يعني انا نفسي فعلا كل الناس تيجي تشوف المعرض ده قبل ما يخلص. عملوا مثلا كلنا انسان جابوا جذع الشجرة وقطعناه لهم صغير 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 على مدور كده، وكل واحد عبر عن كلمة كلنا إنسان. واحد بيدي لأمه وردة، واحد مش عارفة بيصاحب، واحد بيشده بالويل تشير. يعني عايزة أقول إيه، أنت بتديهم أفكار يخرجوا الطاقات اللي جواهم وتطلعي الطاقات، والطاقات بالفن أجمل حاجة. صحيح. أما بتطلعي الطاقة منهم بالفن غير لما تبقي انت رياضه، الرياضه لازم يقوم الصبح بدري، ولازم ينزل السباحه، ولازم كل ده طبعا بينمي، اوكي. ده كان الفن افضل. تطلعي وتديهم البهجه، لازم انت لما بتحسي انك متضايقه بتفتحي الراديو كده اسمعي شويه موسيقى. طب قولي لي يا قولي لي يا دكتوره، انا عايز اسال حضرتك على الجوانب النفسيه، ازاي لاحظتي ان هي اتغيرت في ذوي الاحتياجات الخاصه؟ اكيد شفتيهم بيفور وافتر، قبل وبعد. يعني لاحظتي طبعا. ايه انا برضو محتاج اقيم تجربتك الشخصيه. والله امبارح كان مثلا احنا بنعمل من الساعه 6 في المسرح المكشوف، كل الناس المشاركه، لان معانا 19 مثلا، يعني 19 من محافظات مختلفه. ولقيت ولد من اولادنا وبنت من بناتنا اللي هم كانوا ما بيعرفوش حتى يتكلموا. أيوه. تبقى قاعد معاهم ياخدوا بعضهم ويستخبوا ورا. ليه؟ لان الامهات كانت في الاول بتخبيهم، ما ليه؟ لان بيحصل لهم تنمر. صحيح. وانت وهم ماشيين مفهوم. ايه ده يا حرام، الكلام ده ما بقاش موجود او قل شويه. هو موجود، وموجود للاسف، عارف مين فينا؟ احنا احنا الاسوياء بنعمل كده مع الولاد، بنعمل كده مع اولادنا ونقول لهم ما تروحوش للولاد دي. يعني زاد ثقتهم بنفسهم. عايزه تقولي بقول لك، قامت البنت دي اللي هي صغنونه كده عمرها 4 سنين، قامت طلعت على الستيج عشان تغني مع الناس الموجوده بكل جرأة. يعني ده انت عارف الوجود على المسرح ده مش حاجه عاديه. فاحنا عشان كده عملنا كمان الدمج الدولي. الدمج الدولي ده كمان عمل لهم حاجه غير عاديه. ده جديد السنه دي في الملتقى يا فندم انه يكون في يعني دول اخرى مشاركه معانا؟ لا احنا حصل دلوقتي انه من 3 سنين كده كنت بعمل افرو تشاينا. انا برضك بعمل حاجه اسمها افرو تشاينا، وكنت في اسوان، رحت واخده مجموعه من اولادنا من ذوي القدرات اللي هم في المؤسسه، خدتهم وقلت ايه يعني عايزاهم يتفسحوا. هي الفسحه دي رجعنا بحاجه طاقه غير عاديه. اما شافوا الناس
اللي هم الأسوياء، واللي بيرقص واللي بيغني واللي واللي واللي. كل ده حصل دمج دولي. دلوقتي بقوا يكلموا بعضهم على الواتساب والماسنجر والكلام ده كله. فالحاجات دي بتخليهم يعني، انا بقول لكل الناس ارجوكم ما تقعدوش الولاد في المركز بتاعكم. المركز بتاعكم ده هيخليهم يعني يبقوا اكتر مكمشين في نفسهم. اعتقد كمان والامهات حتى تشجعوا بعد ما يمكن شافوا كتير من ولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصه بقوا نجوم في مجالات مختلفة. طب أنا هقول لك على حاجة، مثلا حاجة صغيرة كده عشان تعرف ازاي النتيجة، زي ما أنت حضرتك بتقول بيفور أند أفتر. يعني في بنت حبيبتي عندها إيد عبارة عن صوابع بس. أوكي؟ فأول مرة جت ومامتها جايباها ملبساها بلوزة مقفولة ومش عارف كلام من ده. فقلت لها وأنا وهي ماشية كده، قلت لمامتها، مع إن مامتها محجبة. فقلت لها لو سمحتي اذا جايبه بنتك المره الجايه وهي لابسه كده معلش مش هتنفع تبقى في المؤسسه بتاعتي. ثاني مره جابتها بجابونيز خالص، ها يعني ايد باينه خالص. اول ما دخلت كلنا سقفنا وكلنا خدناها بالحضن وكلنا تعالي اتفرجي عليها دلوقتي، يمكن شفتوها في الافتتاح. من اجمل البنات اللي تشوفيهم. هو الاهالي بيبقى عندها تخوف من التنمر زي ما حضرتك بتقولي، فبيحاولوا يداروا على قد ما يقدروا. لا ما يداروش، عشان انا قلت لهم قبل كده لما حد يتنمر عليكم قول لهم اذا كنتوا انتوا خايفين مننا انا اللي خايفه منكم. طيب دكتوره، يعني لازم يبقى في شجاعه كده. ايوه، لغه الارقام يا دكتوره بتقول ان احنا عندنا 10 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني حوالي 10% من المجتمع المصري من ذوي الاحتياجات الخاصه. 15% فعلا. وصلت ل 15. طيب عشان اعمم التجربه دي في كل محافظات الوطن المصري محتاج ايه؟ محتاج ان الاهالي تكون واعيه، او احنا نوعي الاهالي. لان كان زمان حضرتك كان ذوي القدرات بيموت من غير ما يشوف المجتمع نفسه. صحيح، اهله قافلين عليه الباب. صحيح، فلازم مش، وبعدين ما ينفعش تاني زي ما قلت لحضرتك ان احنا نحطهم في مركز ونقفل عليهم. انا قعدت شهرين لازم الادماج، لازم الادماج. أيوة. لازم ده. قعدت شهرين في المركز بنعمل كل شغلنا ونعمل الموسيقى ونعمل كل الانشطه يعني. لقيت ان انا ما بتقدمش. بقت كل حاجاتي فين؟ في مكتبه القاهره، في الجناين، في الأرمان، بره. فخرجتوا للناس؟ طيب خرجتوا عملتوا دورات بره، جولات بره. الناس استقبلت الكلام ده ازاي؟ اول ما خرجنا كنا حاجه فظيعه، كنت واقفه عامله زي الاسد. احنا بنعمل مثلا يعني حاجات عشان يبيعوها يعني. ما بيعملوا حاجتهم بنخليهم يبيعوها. وبنروح مولز وبنقف فيها كده بجد. ده مهم جدا في مساله الدمج. طبعا من 6 سنين كانوا الناس بتيجي تقول لي ايه ممكن الفلوس دي تديها للولاد دول؟ فارد اقول لها بمناسبه ايه؟ تقول لي عشان انا كاني انا بتبرع. قلت لها يا حبيبتي احنا ما بناخدش تبرع. خشي اشتري منها حاجه. واخده بالك ازاي؟ فتاخد طبعا ده يكون لي مردود ايجابي كبير على نفسيتهم وعلى كمان بالزبط. الاطفال اللي بيشوفوهم وهم موجودين في هذه بالزبط. المناطق بالزبط. وهو ده اللي احنا عايزينه، انه يتم دمجهم في المجتمع بطريقه طبيعيه. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه سهير عبد القادر رئيس مؤسسه اولادنا، شكرا جزيلا وربنا دايما يعني يكلل مجهوداتكم بالنجاح.